السلام عليكم يا شباب، أخوكم عبد الرحمن بقدم لكم شرح كامل لكورس الجافا. أتمنى إن الكورس ده يحوز إعجابكم، أتمنى إن أنتوا كلكم تستفيدوا منه. أنا موجود معاكم على طول، إن شاء الله هيبقى فيه سيشنز لايف مع بعضينا، هنشرح كورس الجافا، هنتعرف على أساسيات لغة الجافا، أقوى لغات البرمجة في العالم، من أسهل اللغات على فكرة في شرحها. معظم جامعات العالم بيستخدموا لغة الجافا في شرح مناهجهم. إن شاء الله كلنا نستفيد بالكورس. في لينك تحت عندكم في الفيديو، أتمنى كلكم تسجلوا معايا عشان أعرف مين المتسجل، ونبدأ نتقسم جروبات، وكل جروب هيبقى فيه تاسكس نعملها مع بعضينا، وإن شاء الله يكون الكورس ده مفيد ليكم جميعا. مستني تعليقاتكم على أي حاجة، أنا موجود معاكم على طول، تقدروا تستفسروا عن أي حاجة تخص لغة الجافا. وطالما بقى بنجيب سيرة الجافا كده، ففي موقف طريف جدا حصل معايا قبل كده. كان عندنا كمبيوتر جديد، أول مرة نشوف جهاز الكمبيوتر، أول مرة نتعامل بالماوس. جه أحد الأصدقاء اللي هو يعني بقى فت الكمبيوتر، فكان عندنا مشكلة في الكمبيوتر، مبيشتغلش الويندوز، بيفتح دوس كده كلام غريب مش فاهمين حاجة. فتح ملف لقينا كلام كده مش انجليزي، ملف تقريبا كان فيه شوية رموز غريبة كده. فصاحبنا ده قال لنا: شايفين يا جماعة الرموز دي؟ دي لغة الجافا. انا طبعا كنت صغير ساعتها في اعدادية زمان، قعدت اتأمل كده، ياه ده مين اللي بيعرف اللغة اللي فيها الرموز الغريبة دي؟ طبعا كلام صاحبنا ده كلام كله في شنك. لغة الجافا حروف انجليزية طبيعية خالص، شوية اوامر بنعرف بتنفذها ازاي وبنمشي ازاي عليها. هتستمتعوا كلكم، في مفاجآت كتير ان شاء الله. شايفك اللي لسه مسجلتش، سجل معايا في الكورس ان شاء الله، ابقى مستمتع جدا وانتوا بتستفيدوا معانا. اتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم، اتمنى اشوف تفاعلكم معايا. يلا سجل بسرعة، منتظركم كلكم جميعا ان شاء الله معايا. اتمنى ان انتم تستفيدوا، ونسأل الله تعالى ان يتم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.